مرحبا، يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي وطلابي طلابي جريد 1، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وبحيي المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناتنا المتواضعة قناة دروس رياضية ماس اونلاين. نصيحة طبعا، يا ريت الناس كلها تشترك في جروب التليجرام في صندوق الوصف. يا جماعة احنا عايزين نكون اكبر عدد على جروب التليجرام. ليه؟ عشان هنبدأ كورس تاني بجوال كورس الماس اللي احنا شغالينه. ايه هو؟ هنحفظ ابنائنا وهم في جريد 1 التايم ستيبل، جدول الضرب. انا مش هبدأ في الكورس ده غير لما جروب التليجرام يوصل للعدد المطلوب. احنا لسه جروب التليجرام في البداية، تمام؟ عشان بعد كده نبدأ ننزل الحلقات في جروب التليجرام، تمام. هنكمل ان شاء الله الجزء الثاني من الريفيجن اللي احنا اخدناها طبعا في الفيرست بارت في الجزء الاول. النهاردة هناخد السكند بارت، هنراجع حاجات مهمة جدا. هنعمل ريفيجن طبعا على ascending descending، وهنتعلم طبعا greater than و more than و after و before و less than. هنراجع لهم كده على السريع. جاهز ابنك معايا عشان يبدأ يحل معايا، توقف الفيديو ونخش على السؤال افهمه لك احل واحد، ابنك يشتغل يحل اللي بعده، تمام؟ احنا بنعمل ريفيجن، نعمل ريفيجن مراجعة على كل اللي احنا اخدناه، تمام. يلا نبدا باول حاجه بالاسيندنج. اسيندنج احنا قلنا كلمه اسيندنج، لما اسمع كلمه اسيندنج ببدا من الصغير، تصاعدي اسيندنج، يعني من الصغير from the least to the greatest، from the smallest to the greatest، من الصغير للكبير. يبقى احنا نعمل ascending. ascending يبقى نبدأ بالصغير. انا هحل number 1 وبعد كده ابنك هيحل number 2 number 3. اوكي. هنبدأ الحاجة ascending من الصغير. ايه طبعا مين اصغر واحدة عندي؟ the smallest number هنا مين؟ 0. كنا هنعمل ايه؟ cancel 0 ونكتب 0 كده في اول حاجة. بعد كده مين the smallest number؟ مين 3 ولا 8 ولا 12؟ طبعا اكيد 3، right 3. بعد كده 8 ولا 12؟ ال 8 فاينالي هتكون ايه؟ 12. وقف الفيديو وبعد كده اشتغل حل، خلي ابنك يحل نمبر 2 نمبر 3 وانا احلهم دلوقتي. تعال نبدا عندي هنا 10 12 11 4. which is the least؟ مين اللي الصغير عندي؟ اصغر واحد عندي طبعا ال 4، right 4. بعد كده مين بعده؟ ال 12 ولا ال 11 ولا ال 10؟ اكيد طبعا ال 10. بعد كده مين بعده؟ 12 ولا 11؟ طبعا 11. اخر حاجه معانا طبعا زي the greatest number هنا مين؟ 12. تعال بعد كده finally في الاسيندنج 7 9 10 13. طبعا the smallest number هو مين؟ 7، right 7. بعد كده احنا طبعا بنكنسل عشان ابني ما يتلخبطش، لازم تعلمه ان هو يحذف اللي بياخده. بعد كده 9 10 13، which is the smallest number؟ smallest number عندي 9. بعد كده 10 طبعا هم اكيد مترتبين 13، تمام. طبعا ابنك مش هيعرف، لازم هو نفسه يكتشف الحته دي. خلصنا الاسيندنج، دلوقتي هنخش على الديسيندنج. واحنا قلنا لما نسمع كلمه ديسيندنج يبقى بنبدا من البيج نمبر، جريتست نمبر، من الكبير. تعال هنا نعمل ديسيندنج، نبدا بالكبير. واتش از ذا جريتست نمبر او ذا بيجست نمبر؟ مين اكبر واحد؟ اكبر واحد عندي 8 ولا 6 ولا 10 ولا 4؟ طبعا ال 10. كانسل 10 اند رايت 10. هنحل انا فيرست طبعا كويشن، هنحل نمبر 1 وبعد كده ابنك يكمل معايا. هنا بدانا بال 10، مين ايه؟ مين اكبر واحد فيهم، ال 4 ولا 6 ولا ال 8؟ طبعا اكيد ال 8. بعد كده ال 6، اخر حاجه معانا الفور. لازم تكمل الفيديو الاخر عشان الحته المهمه الجميله دي اللي معظم الطلبه بتشتكي منها، وطبعا ومعظم المدرسين عندهم دي مشكله بالنسبه لهم، مش عارفين يوصلوها للطلبه. بصوا معايا، تعالى كده نمبر 2 نمبر 3، وقف الفيديو وخلي ابنك يحلهم لوحده، يعمل لي ascending من الكبير للصغير. انا هحل، ابدا احل عادي مفيش مشاكل. هبدا طبعا which is the greatest number؟ مين اللي greatest عندي؟ طبعا 12، right 12. بعد كده مين؟ لا سوري يا مستر، سوري مش 12 ده، هنا في 13 كهنا، يبقى ناخد مين؟ 13. اول حاجه 13، بعد كده من بعد 13 12، رايت 12. بعد كده مين بعد 12؟ ال 11. اخر حاجه معانا مين؟ ال 9. تعال نكمل بعد كده اخر حاجه معايا 7 16 14 15. which is the greatest number؟ مين الكبير؟ مين الاكبر؟ الاكبر هنا طبعا 16، رايت 16. بعد كده 15، بعد كده 14، اخر حاجه معانا طبعا 7.
تمام. خلصنا الاسيندنج اللي بنبدأ من الصغير وبدأنا بالديسيندنج بنبدأ بالكبير بالجريتست. تمام. تعال نخش بعد كده الحتة الجميلة والمهمة جدا. اتفقنا طبعا هنا بقول لي كومبليت اكمل. عندك 3 is greater than mean. 3 is greater than mean. انا اعرف ابني لما تكون زعلانة بتاخد الصغير. لما تكون فرحانة يبقى بتاخد البيج نمبر الكبير. هنا زعلانة يا عيني عطية ظهرها يبقى زعلانة. يبقى هنا عايزة الصغير. مين اصغر من الثري؟ الاصغر من الثري طبعا 2. يبقى طبعا 2 is less than 3. 2 اصغر من 3. هنا زعلانه ولا فرحانه؟ لا يا مستر دينا فاتحه بقها فرحانه وبتضحك. يبقى عايزه البيج نمبر، عايزه الكبير. مين اللي اكبر من الايت؟ الناين. رايت ناين. تمام. يلا خلي ابنك يكمل. هنا يشوفها زعلانه ولا فرحانه، زعلانه ولا فرحانه، زعلانه ولا فرحانه. يحلهم لوحده. sad or happy، حزينه ولا سعيده. كانت سعيده بتاخد البيج نمبر، كانت sad بتاخد السمول نمبر. تعال كده نحل وانت خلي ابنك يحلهم. هنا نشوف هنا الحته دي، هنا في الحته دي كده زعلانه يا عيني عطيه ظهرها. يبقى عايزه ليه السمول نمبر، عايز الصغير. مين less than 9؟ طبعا ال 8. right 8. بعد كده زعلانة ولا فرحانة؟ هنا very sad، زعلانة جدا يا مستر. يبقى عايز الصغير. يبقى هنا عايزة ال 9. بعد كده زعلانة ولا فرحانة؟ هنا الناحية دي زعلانة وبتضحك. يبقى عايزة ال big number. يبقى تاخد after 12 13. تمام. ابنك فهم الحتة دي؟ هيفهم معايا الجزء اللي جاي. خلي بالك، لو زعلانة يبقى عايزة الصغير، لو فرحانة يبقى عايزة الكبير. فهمناها كويس جدا ونفهمها لأولادنا بالشكل ده. أنا كل هدفي، أنا عارف إن بيتعامل معايا أولياء الأمور مش الطلاب الصغيرين، لأن مفيش طالب فولي في جريد 1 هيخش على اليوتيوب ويدور على درس مثلا كذا وريفيجن كذا، أكيد أولياء الأمور عشان يعلموا أولادهم. تعال نيجي للحتة المهمة، المهمة جدا معظم الناس بتشتكي منها، أولياء الأمور بيشتكوا منها ومش عارفين يوصلوها لأولادهم. لما ألاقي مثلا more than less than 5 is more than what؟ الـ 5 أكبر من مين؟ مش عارف يوصلها. 5 اكبر من مين؟ ابني مش عارف يوصلها. لا بص معايا، هنتفق على حاجتين مهمين جدا. ايه هما؟ اول حاجه لما تشوف greater than more than after يبقى تيجي في دماغك العلامه دي الشكل دي، بص على ناحيه الليفت على ايد الشمال. يبقى لما اشوف greater than more than after يبقى اشوف الشكل ده، اشيل احط على الكلمه بتاعتي الشكل ده. طيب لما اسمع كلمه less than before يبقى احط الشكل ده. مش فاهم؟ تعالى كده معايا وانا فاهمك. بيقول لي 5 is more than mean. ال 5 اكبر من المي، اكبر من مين؟ انا ابني مش فاهمها، مش عارف يختار الاكبر ولا الاصغر. يبقى في الحاله دي يعمل ايه؟ في الحاله دي يشوف more than الشكل بتاعها اهو، يبقى more than كده. كده زعلانه ولا فرحانه يا مستر؟ دي يا مستر ده زعلانه جدا. It is very sad. بص كده عامله ايه؟ عاطيه ظهرها. يبقى عايزه الصغير small number. يبقى نكتب هنا ايه؟ نكتب هنا 4. يبقى 5 is more than 4. ال 5 is more than mean. 4 اكبر من 4. او ممكن يقول لك ايه؟ 1 more than 5 is 1 more than 1 more than. نسيانها ولا لا؟ is 1 نحط هنا 1 more than 4. يعني ال 5 اكبر من ال 4 ب 1. تعال هنا نقط او جيب لي is less than. طبعا ثانيه هنا احنا ما كتبناش النمبر. تعال نكتب هنا النمبر، نكتب هنا مثلا 6. تعال نكتب هنا 6. right 6. 6 is less than is one less. يلا عشان الناس طبعا ايه متعود على one less. is one less than mean. is one less than mean. was less than mean. مش عارف احنا قلنا less than لما تشوفها نفتكر العلامه دي. نعملها كده يا مستر. كده زعلانه ولا فرحانه؟ لا دي يا مستر ده فرحانه وبتضحك. يبقى عايزها كبير. mean greater than 6 7. يبقى 6 is one less than 7. اصغر من 7. تمام. تعال نخش على اللي بعده. 8 comes just after. after before. after اهي تبع العلامه دي. يبقى greater than more than after الشكل ده. less than before تاخد الشكل ده. هنا جيب لي it's come just after مغير لك اللون بتاعها. after يا مستر يبقى تاخد الشكل ده. يبقى نعمل الشكل ده. طب كده زعلانه ولا فرحانه؟ كده زعلانه. يبقى عايزه الصغير. مين less than 8 7. يبقى 8 is come just after 7. يعني ال 8 بتيجي بعد مين؟ بعد ال 7. بعد كده بقول لي is come before 6. is come is ايه؟ before 6. مين هو اللي يجي before 6؟ انا مش عارف. انا عارف ان before دي بتاخد الشكل ده اهو.
طب يا مستر كده زعلانه ولا فرحانه الناحيه دي؟ زعلانه، عايزه الصغير. يبقى less than 6. مين اللي اصغر من ال 6؟ ال 5. يبقى 5 is comes before 6. ال 5 يجي قبل ال 6. تمام، حصه جميله وبسيطه جدا جدا، عملنا ريفيجن كده سريعه على الاسندنج والديسندنج وافتر بيفور مور ذان less than وان less وان مور. وطبعا حصة جميلة جدا جدا جدا، وكده خلصنا احنا الحصة بتاعتنا. أتمنى الناس تكون استفادوا وتقدر توصل لأبنائه المعلومة دي. أنا طبعا البارت 1 بارت 2، طبعا بارت 3 اللي هو اللي جاي إن شاء الله بيتكلم عن الوردز الكلمات، هنتكلم عن الوردز الكلمات اللي احنا أخدناها. ابنك هيحفظ لي الكلمات اللي هتظهر معاكم على الشاشة بعد ما أخلص الحصة بتاعتي، الكلمات دي يحفظها يراجع عليها كويس جدا جدا عشان هنبدأ نشتغل عليها الحصة الجاية إن شاء الله في الجزء الثالث من الريفيجن. الكورس بالترتيب منظم جدا جدا جدا، لو أول مرة تابعني تراجع الكورس من الأول، تبدأ مع ابنك حصة بحصة، هتلاقي ان شاء الله ابنك متميز جدا جدا في الماس. وانا معاكم للنهايه، الكورس ده مش هيقف، مش هيكمل معاك، هخلص حتى في الاجازه شغال معاك عشان ابنك ما ينساش. اشوفكم على خير ان شاء الله. انا وليد يوسف، تحدي جديد في الرياضيات. بس لو عملت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعلق بتام عشان يوصلك كل الفيديوهات، وتفعل زر الجرس وتقولوا لي في التعليقات ايه رايكم طبعا في الكورس ده. وان شاء الله سيب لكم رابط جروب التليجرام في صندوق الوصف، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.